الاهلي خط احمر امام المنافسين، لا تطاول ولا تجاوز. طبعا مصر هي كل الخطوط الحمراء، حبينا بس نوضح برغم اننا دايما موضحين النقطه دي من اول حلقه، وحبينا كمان نشكر كل مشاهدي برنامج الاهلي خط احمر على وسائل التواصل الاجتماعي او على بيدج القناه على اليوتيوب او بيدج القناه على الفيسبوك. الحقيقه حققنا 1,000,000 مشاهده الحلقه اللي فاتت، وثلاث حلقات في شهر اكتوبر الحمد لله بنحقق 3,000,000 مشاهده. كل الشكر والتقدير ليكم، ودايما يا رب ان شاء الله هيكون البرنامج نافذه لجماهير النادي الاهلي، ودايما ان شاء الله نكون عند حسن الظن باذن الله. اعتقد يا فارس تفاعل كبير الحمد لله من خلال الجماهير مع البرنامج. شيء مهم جدا تفاعلكم معانا. طبعا احنا اكيد جزء من منظومه كبيره جدا، احنا ما بنتكلمش هنا عن البرنامج بقدر ما احنا بنتكلم لان انتوا جزء من الحدث في برنامج الاهلي خط احمر بشكل مختلف. انتوا مكون من مكونات البرنامج كجمهور للنادي الاهلي على السوشيال ميديا او في اي حته، فاللي انتوا بتعملوه معانا لازم نعرفكم قد ايه دعمكم للبرنامج بيفرق معانا، وقد ايه يا احمد فعلا في حالة بقت بيننا وبين الناس احنا سعداء بيها، وان شاء الله بإذن الله نكون على قدر تطلعاتهم ونكمل فيها بإذن الله. ان شاء الله يا فارس.